مرحبا، اليوم راح نتكلم الدرس الأول في خط الجري في كتابة خط الجري الديواني. طبعا هذا الدرس راح يعتبر هو الأساس اللي راح تنبنى عليه كتابة كل الحروف. أول شغلة، خط الجري الديواني ما حنستعمل فيه قياس الحرف بالنقطة، حنستخدم فيه إشي اسمه خطوط الإيقاع العمودية والأفقية. خطوط الإيقاع العمودية والأفقية هي اللي بتضبط لي شكل الحروف بحيث أنها تكون كلها بنفس الميل عشان يعطي إيقاع متوازن لكل الكتابة. إيش هذا معناته الكلام؟ لو أنا عندي سطر مثلا، أوكي ليكن، وبجيت بدي أكتب حرف الألف، وجيت بدي أكتب حرف الباء ألف فرضا، وجيت بدي أكتب ليكون مثلا كلمة من ميم نون أو ميم دال، طبعا مش يعني انا مش ههتم كثير في السطر، انا بيهمني الهيكل اللي راح هسه نرسمه بعد ما نخلص كتابه. حنكتب مثلا كلمه حمد، حاء نون خليها، حنكتب مثلا كلمه بيت، طيب كتبنا مجموعة من المفردات. طبعا أنا كتبتها عشان يعني أبين الهدف من الدرس اليوم. إذا جينا لاحظنا هنلاقي كل الأجزاء العمودية من الحروف متوازنة بنفس الميل. أوكي؟ عندنا النبرات حرف الألف، فرضا لو كان لام أو كاف، نبرة الدال النهائية، نبرة النون، نبرة الميم، نبرة الباء، نبرة حرف الباء كمان مرة. هنلاقي كلهم خطوط متوازية بنفس الميل. ممكن يطرح حدا سؤال يقول كم مقدار الميل هذا؟ الميل موضوع نسبي، أحيانا في بعض التراكيب بحتاج أن يكون الميل أكثر، وأحيانا بحتاج أن يكون أقل، وأحيانا حسب يعني حسب ذوق الخطاط أو حسب مزاجه. يعني تقريبا يعتبر هذا الميل هو خلينا نحكي الستاندر او اللي هو الاكثر يعني افضل ميل، تقريبا نقطه او اكثر شوي نقطه، ممكن يزيد وممكن شوي يقل. هاي الخطوط ضروري اني وانا بتدرب ارسمها في البدايه طبعا عشان يعني أضبط شكل الحروف تكون كلها على إيقاع واحد. أوكي؟ نيجي على خط الإيقاع الأفقي. لو جينا طلعنا هون حرف الحاء، الميل تبعه، حرف الباء الميل تبعه، طبعا نزولها ممكن الباء تطلع عن الخط مش مهم، يعني حرف الباء نفسه يطلع عن الخط مش مهم، بس عندي شوف هاي النقطة هون وهاي النقطة هون نازلة بنفس الميل. عندي مثلا لو جيت حتى هون نازل بنفس الميل، عندي حتى الميم نازل بنفس الميل. سوري
أني مثلا لو جيت كتبت كلمة بلا برضو هحتاج المفردة هاي أنا عشان أوضح بس شغلة كثير مهمة. لو جيت كتبت كلمة بلا، الميل الجزء هذا الوصلة هذه تقريبا يعني متوازية مع باقي الخطوط. شغلة كثير مهمة، خط الإيقاع العمودي مثل ما بيضبط لي ميل الحروف العمودية والنبرات الخارجة من الحروف بيضبط لي ميل الكاسات. لو جينا اطلعنا على هذا الشكل، هو شكل بيضاوي لكن مائل مع خط الإيقاع العمودي، وهنا أنا بس شوي حوضحه بشكل أفضل. لو عندي شكل بيضاوي مقلوب الشكل هذا، المركز تبعه مع الميل، بينما لو بدي أرسم شكل بيضاوي مقلوب بشكل عادي يعني قائم 100% راح يكون بهاي الصورة. أظن الفرق بين الميلين مفروض أن يكون واضح، وراح يبين أكثر وإحنا نتمرن على الحروف. يعني شوف حتى بنلاحظ ميل الحليات، حلية نهاية الياء بتكون مع خط الإيقاع. يعني هذا المبدأ الأساسي اللي راح تنبنى عليه كل كتابة الحروف. لما أجي أنا أشتغل راح أحتاج إني أرسم قلم رصاص خطوط الميل العمودية وخطوط الميل الأفقية، وراح يساعدني كثير وأنا بتمرن عشان أضبط اتجاهات حركة القلم. لو جينا مثلا ضفنا هون بعض المفردات، مثلا طيبة، نكتب ايش راح نلاحظ؟ حنلاحظ ان خط الايقاع الافقي، خط الايقاع العمودي، شوف كل الحروف مع الميل. ممكن مثلا خط الايقاع الافقي مش من هون، اخذ مركز الكلمة طبيعي عادي ما في مشكلة، ما راح يضرب الشكل. الفكرة انه انا برس بكتب كل الكلمات تبين انها بنفس الميل، حتى لو كان في اشي طفيف أو يعني فرق بسيط ما بينشاف بالعين خلال التراكيب. إحنا نحكي يعني إذا نوصل مرحلة التراكيب إن شاء الله، فيعني تكون القاعدة الأساسية واضحة إنه أنا بشتغل على أساس إنه كل الحروف ماشي مع خط الإيقاع. طبعا هون أنا عملت الرجعة هاي يعني هذا الشكل أنا بستخدمه فقط، مش هو أصلا مش موجود. لو بدي أرسم الهاء بشكلها الطبيعي حوصل هون عند مع خط الإيقاع وأكمل لتحت. لنفرض مثلا بدي أكتب كلمة مثلا صاد، خليني أشوف بس شو طلع معي حرف الصاد. شوف صوت،
مثلا هنلاقي انه خط الايقاع النبره مع خط الايقاع العمودي، راس الواو هاي المركز تبعه اعلى نقطه فيه ماشي مع ميل خط الايقاع العمودي. اوكي، وهون انا عندي نهايات الحروف ماشي بشكل طبيعي، ما فيها اي مشاكل. هذا الدرس انا بعتبره اهم درس، عشان كل الحروف بعديه، يعني واحنا بنكتب سواء حروف او مفردات من حرفين او من ثلاث حروف، مفردات الكاملة التراكيب راح ينبنى على اساس هذه القاعدة. فهذا يعني انا بعتبره اهم درس، ان الواحد يدرب عينه حتى يطلع من اللوحات، خصوصا لوحات حقي، حتلاحظ انه القاعدة ماشي عليها 100%. وهذا كل اشي بالنسبة لدرس اليوم، وبالتوفيق ان شاء الله.